بابا لما يكون صايم دائما يعصب. انت زعلته يا عمر؟ لا بس ماما تقول الواحد لما يكون صايم دائما يعصب كده. رمضان زمن الطيبين، كانت الابتسامة موجودة حتى في النهار. الصيام كان يزيد الناس محبة وألفة. نهار رمضان كان شيء عادي، ولا نحس بالعطش ولا ندور نفكر في الأكل. الحياة كانت بسيطة، والكلمة الحلوة والابتسامة نتناقلها بيننا. قمة الرجولة إنك تكون راجع من شغلك صايم وتعبان وشايل هموم الدنيا على راسك، تدخل تبتسم لأهل بيتك وتحاول تضحكهم بنكتة. هذه هي الرجولة اللي نعرفها من زمان. أما رمضان في وقتنا الحاضر، كلنا نقول وقتنا صار ضيق، والصيام مع حر الصيف وزحمة السيارات يخلينا معصبين. لا تخليني أفطر عليه، لا تخليني أفطر عليه. هذه الكلمات نسمعها كثير في نهار رمضان، والواحد مننا بمجرد ما يفتكر إنه صايم لازم يزعب ويعصب، مع إننا في غير رمضان أحياناً تجينا أوقات ما ناكل ولا نشرب أكثر من 9 ساعات، ولا يصير فينا زي الحاصل في رمضان. طبعاً مو كلنا، لسه في ناس تعرف تحافظ على هدوءها، والابتسامة ما زالت موجودة. حتى الكلمة الحلوة ما زالت موجودة ونتناقلها بيننا بس بشكل عصري. رمضان كان جميل وحيبقى جميل،